إسحاق الكريم ابن سيدنا إبراهيم نبيل المحسنين الصادقين على الظلم كان للصابرين لما أخواته اجتمعوا عليه استكتروا حب أبوه لي واحد منهم قال ده يموت فجأة خرج من بينهم صوت واحد منهم قال ده يموت فجأة خرج من بينهم صوت سيدنا إبراهيم نبيل المحسنين الصادقين على الظلم كان للصابرين ظلم جديد تعرض ليه يوم ما كدت له اللي بتقوي حكموا عليه بالسجن سنين عاش يعقوب من بعده حزين حكموا عليه بالسجن سنين عاش يعقوب من بعده حزين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عدد من صلى عليه وصل عليه عدد من لم يصل عليه وصل عليه كما أمرتنا بالصلاة عليه وصل عليه كما يحب أن يصلى عليه. الآن يوسف يعيش في أهم أيام عمره كنبي مرسل وكإنسان يضطلع بمسؤولية الحفاظ على البلاد والعباد في وطن أقدم عليه القحط شاء أم أبى، وكان على يوسف أن يتصدى لهذا الجفاف. Thank you.
ومما لا شك فيه أن لأعداء النجاح مكانا في الصراع بين الحق والباطل، وعلى يوسف الصديق أن يتوقع أن المهمة ليست سهلة. أرأيتم ماذا فعل يوسف بالناس؟ أرأيتم كيف امتلك قلوبهم بالحب؟ أرأيتم كيف اقتنع الملك بقدرات يوسف؟ ماذا تقول أيها السفيه؟ إن يوسف عالي المقام. ما شأنك أنت أيها الحارس البائس؟ ماذا تقول يا شاكوري؟ لدي القدرة أن أقوم بجلدك حالاً. وماذا لو علم يوسف بهذه الوحشية التي تعاملوننا بها؟ ماذا تقول؟ ومن الذي سيخبر يوسف؟ سوف يأتي اليوم الذي يظهر فيه الحق كاملا. الحق كاملا؟ ماذا تقصد يا شاكوري؟ اذهب الآن ودعني أحدث الناس عن يوسف الأمين. كلنا نحب يوسف، كلنا. أيها العزيز، لماذا قمت بطرد مولاتي؟ مولاي، لماذا لا ترد على سؤالي؟ أنا مجهد ومتعب يا زخر. أنا رجل مهزوم مكسور في رجولته. لكن ما مضى قد مضى يا مولاي. زخر، أنت لا تستطيع أن تتخيل ما أعانيه. لا طبعا. فاصمت، اصمت وقل لي لماذا جئت إلى هنا الآن؟ المؤامرات تحاك ضد يوسف. ماذا؟ المؤامرات تحاك ضد يوسف؟ ممن؟ المعبد. هذا أمر متوقع جدا، فلقد صعد يوسف إلى مكانة عالية. وكلفوني أن أعرض عليك يا مولاي الاشتراك معهم. الاشتراك معهم؟ ضد من؟ يوسف؟ نعم يا مولاي، يريدون القضاء عليه تماما. في بادئ الأمر ألقيه في السجن ظلما، ثم بعد ذلك أتآمر عليه لأسقطه من منصبه. لقد قلت لهم هذا يا مولاي. قلت؟ قلت ماذا يا زخار؟ قلت إنك لن تفعل ذلك، فهددوني بسخط الإله آمون إن أفصحنا عن سر المؤامرة. لا أستطيع أن أفعل هذا أبداً مع يوسف. يوسف الطاهر النقي. يوسف، من أنت؟ من أنت؟ وكيف دخلت إلى قصري وإلى حياتي؟ قل لي من أنت؟ أهذا هو ولدي الجميل؟ أهذا هو ولدي؟ نعم يا بيناروس، هذا ولدنا الجميل. لولا خوفي من قومي لسميته يوسف. هو ولدنا الحبيب، كم أنا سعيدة بهذا الطفل الجميل. لا أعلم ماذا أفعل كي أسعده. ستفعل يا بيناروس، ستسعده. كم أنا سعيد يا خوراء،
يا أم ولدي. وأنا أكاد أطير من الفرح. آه يا ولدي، لولا أنك جئت في سنوات على وشك الجفاف. لا تخف، أرى أن يوسف سيساعد الناس. أي إله هذا الذي يدعو إليه يوسف يا زاخر؟ يقول إن للكون إلها واحدا لا شريك له. إلها واحدا؟ وأين هو؟ فنحن لم نعرف، وكيف سنراه؟ يقول إن هذا الإله في السماء. ها؟ في السماء؟ وكيف نصعد إليه لنراه؟ يقول إنه الواحد الأحد، لم يلد ولم يولد. بهذا يكون الإله آمون في خطر عظيم. كيف يا مولاي؟ إن ليوسف تأثيرا كبيرا على الناس يا زخار، هل تنكر ذلك؟ لا أحد ينكر ذلك يا مولاي. إذا مرت السنوات العجاف بسلام على هذه البلاد، فسوف تزداد محبة يوسف أكثر فأكثر عند الناس. من الآن والناس تعتبره البطل والمخلص لهذه البلاد. وقتها أي شيء سيقوله يوسف سيصدقه الناس، وهذا هو الخطر، الخطر الحقيقي. ماذا تقولين يا ياشورة؟ هذا ما يريده الكهنة. يريدون مني أن أتعاون معهم لإسقاط يوسف؟ نعم يا مولاتي، هذا ما يريده الكهنة. كيف أكون سكيناً لذبح يوسف مرتين؟ مرة بالسجن ومرة بإسقاطه من منصبه. هذا ما جعلني أتردد في مصارحتك. هذا أمر مستحيل يا ياشورة، مستحيل. ظل يوسف مخلصاً في عمله، لا يتوانى أبداً في تعليم الناس وتثقيفهم حتى تخرج مصر من هذه الأزمة. فتابع بنفسه كيف تسير الأمور وكيف تتم الزراعة وتخزين المحاصيل استعداداً لأيام الجفاف المنتظرة. أصبح الناس يثقون أكثر وأكثر بيوسف الصديق، وأصبح يوسف رمزاً للإخلاص في عمله والتفاني فيه، حتى أصبح نموذجاً يحتذى به في مصر كلها. يوناتوس، هل من الممكن أن تساعدنا في إسقاط يوسف هذا؟ كيف يا كبير الكهنة؟ سأعطيك مكافأة ضخمة، ولكن البلاد مقبلة على مراحل صعبة. فلتذهب البلاد إلى الجحيم، أنا لا يهمني سوى المعبد. لو سقط يوسف، من سيخرج مصر من أزمتها؟ آمون سوف يخرجها من أزمتها. لقد كان آمون موجودا قبل الأزمة، فلماذا لم يمنعها من الأصل؟ كان منشغلا. ما الذي يفعله يوسف؟ إنه يقول كلاماً غريباً.
يقول إن هناك جفافا وفقرا قادم، وهذا غير صحيح. بل إن كلامه صحيح، النيل لا يمكن أن يجف أبدا. لقد جف قبل ذلك. لو حدث هذا حقا ستكون كارثة. الآن هم يؤلبون الناس على يوسف الصديق كي يسقط وتسقط معه البلاد، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يوسف الكريم، ابن يعقوب الكريم، ابن إسحاق الكريم، ابن سيدنا إبراهيم، نبي المحسنين الصادقين، على الظلم كان من الصابرين. لما أخواته اجتمعوا عليه استكتروا حب أبوه لي، قال ده يموت فجأة خرج من بينهم صوت. قال لو مات كده ذنب كبير، احنا خلاص نرمي في البيت، نسي ساعتها رب كبير، خرجوا من ظلمات البير، عاش واتربى إسحاق الكريم، ابن سيدنا إبراهيم، نبي المحسنين الصادقين، على الظلم كان من الصابرين. ظلم جديد اتعرض ليه يوم ما كدت له اللي بتقوي، حكموا عليه بالسجن سنين، عاش يعقوب من بعده حزين، حكموا عليه بالسجن سنين، عاش يعقوب من بعده حزين.